فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك بعض المساجد يتركون ما بين السواري بدون فرش، ويتركون الجهات في كل صف بمقدار رجل من جميع جوانب المسجد لكي يمر الشخص، يقول هل هذا الفعل جائز؟ نعم، هذا للحاجة، طرقات، هذ يجعلون طرقات للداخلين ولا يجون أمام المصلين، هذا شيء طيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.